وجودها عند المواطن التونسي، يعني كي تجي تسأل المواطن التونسي هل إنه يعرف الاتحاد الوطني الحر ولا لا، يعرف النداء ولا النهضة ولا الجبهة الشعبية ولا لا، كيفاش تتقاس؟ أيه. وتتقاس أيضا وقت اللي تجي مناسبات هذيا يلزمو هو يحط حجمه ثقل ويشوف الناس عندها ثقة فيه ولا لا، مش يكفي إنها تعرفوا، الناس تعرف الجمهوري ولكن حظه مالوريزمون اليوم هاك تشوفوه، الناس تعرف المسار، الناس تعرف التكتل، المؤتمر، أحزاب تاريخية تنرجعوا زاد هذي وينها، يعرفوها الناس، أما اسكو الناس عندها ثقة فيها وتصوت لها ولا لا، وكيفاش يعرف الاتحاد الوطني الحر؟ في المشاركة في البلدية علاش الانسحاب من سباق البلدية؟ الاتحاد الوطني الحر مازال في كوكبة الأحزاب الأولى في نوايا التصويت، هذا نعرفوه يعني ما ينجم يشكك فيه حتى حد، ولكن الحزب هذا راه تعرض لبرشا مشاكل من أول الصيف. مشاكل من نوع نكذبوا على التوانسة، الهرسة اللي صارت لرئيس الحزب ومجموعة الاتهامات وحتى المنافسين السياسيين كانوا قفزوا على سمحني، الهرسة من شكون؟ الهرسة من السلطة القضائية؟ الهرسة هرسلة سياسية من منافسين سياسيين، معناتها يستغلوا القضايا اللي ترفع ضد سليم الرياحي ويقولوا الراجل به وعليه وسفته ونعته، ما دخل هذا في الاتحاد الوطني الحر؟ وكأنه تحبوا تقولوا لنا سليم الرياحي اللي هو الاتحاد الوطني الحر، والاتحاد الوطني الحر هو سليم الرياحي وبقية الكفاءات اللي فيه وينه؟ وشنية المشكل؟ هو رئيس اللي نعرفه سامحني، اللي نعرفه سليم الرياحي، سامحني برك كيما برك، اللي نعرف سليم الرياحي ما عندوش مشكلة مع رئيس الجمهورية، بالعكس ما يقابل فيه، ما عندوش مشكلة مع سيد رئيس الحكومة وقاعد يتقابل فيه معناتها حتى في الأيامات الأخرى، اللي نعرف سليم الرياحي فقط عنده ما عندوش مشكلة مع رئيس مجلس النواب الشعب، هذا اللي نعرفه عنده مشاكل قضائية، اللي نعرفه عنده مشكلة مع السلطة القضائية مع جهات قضائية، مش مشكلة فما قضايا مرفوعة، فما قضايا مرفوعة فقط، معناتها ما فماش مشاكل تصفية حسابات سياسية، لأنه اللي نعرفه علاقته طيبة، نعرفه علاقته طيبة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فما تصفية حسابات سياسية، القضية من طرف من؟ القضية شو؟ من يصفي حساباته السياسية مع سليم الرياحي؟ القضية هذه معقدة برشا، وبدات بملف في لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي، الملف هذايا فيه برشا اخطاء وغلط، وانا حسب علمي انه اللجنه القانونيه باش ترفع قضيه ضد محافظ البنك المركزي في الوقت هذاك، صدور تقرير شادي العياري اي ورئيس لجنه التحاليل الماليه محافظ البنك المركزي بصفته لانه التقرير كان فضيحه، كان فيه اخطاء فادحه وبنيت عليها القضيه. دونك اليوم سليم الرياحي باش يشكي بشادي العياري، هذا اول خطا ديجا، اصلا التقرير كان فيه نفس، معناها كان تقرير تحسه سياسي، ان شاء الله من بعد يعطينا القانون الحق باش ننشروا هالوثائق التقرير والوثائق وتو يعرفوا الراي العام شنو صار، ثم من بعد نلقاو مجموعات معناها متحيله حتى تشيكية اللي أضافتها للقضية الأم هذيك، وبعد نعرفوا اللي صار الكل حتى من المنافسين السياسيين نتاعنا، الراجل ما عنده حتى تهمة موجهة ليه، ثم نلقاوه متهم بكل التهم نتاع العالم هذايا الكل، هذا الكل يأثر على الحزب. اليوم الاتحاد الوطني الحر شكون باش يساند؟ معناتها باش أكيد باش يقنع التوانسة، مش يكون ضد الانتخابات، معناتها توجه الانتخابات. ها تنرجع تنوصلوا للمرحلة. شكون باش يساند؟ تنوصلوا للمساندة، تنوصلوا، ما خلينا نفهموا علاش، خلينا تكمل أعطينا أسباب الانسحاب من المسار. الحزب ضيع برشا وقت في الصيف. في القضايا المشاكل هذيا الكل. ثم اش دخل الحزب؟ رئيس الحزب. لا هو كان رئيس حزب. دخل الحزب كان بسيفته. عنده برك الله معناتها محامين والحزب اش دخلوا في قواعد الحزب الجهوية والمحلية؟ اش دخلها في قانون السيمولات؟ الحزب نتاعنا راهو عنده لغة معينة يعني. صديقة العزيز. لا نحكي مع الدغري. أنا أنصحكم معناتها لأنه حزب فيه، أنا نعرف شخصيات فيه كذا. اقبلوا باستقالة سليم الرياحي تو يصير لكم كما صار النادي الافريقي، هاي النادي الافريقي تفرق لهم المهمة الداخلية كما لحظة برك جست ندخل دغري في الموضوع وجاوبنا بكل صراحة، ما يشاع وما يقال اليوم انه طلب من سليم الرياحي الانسحاب من السباق في الانتخابات البلدية مقابل الله اعلم ماذا، صحيح؟ ما عنديش المعلومة هذه، ولكن سليم الرياحي اجبر على الابتعاد على حزبه